السلام عليكم. بمناسبة إحياء ذكرى أول نوفمبر، يعني ذكرى انطلاق أول رصاصة للثورة الجزائرية اللي انتهت باستقلال الجزائر، وما أدراك ما الجزائر. إذن بهذه المناسبة تقررت يعني توزيع ما لا يقل عن 43,000 وحدة سكنية بجميع الصيغ متوفرة لحد الآن عبر 58 ولاية متاع الوطن، ومنها هذا العينة من ولاية القالمة ببلدية بوشكوف. هذه الحي الجديد اللي جميل رغم كل ما قلناه من قبل فيما يخص يعني التصميم والهندسة وكذا، لكن يبقى يعني سكن اجتماعي، أو كان فيه فئة كثيرة من الشعب الجزائري في أمس الحاجة إلى هذه السكنات. إذا هنيئا يعني المستفيدين من هذه السكنات، وإن شاء الله في المستقبل تكون فيها تحسين المعايير والتصاميم في السكن، وندخل في المرحلة يعني لا كاليتي النوعية، وننقص شوية من الكمية، نقص من الكمية ونأكثر من نركز على تحسين التصميم والخدمات وما إلى ذلك. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.